قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر أكدت لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة يشكل خطرا على أمن مصر القومي. وأوضح شكري أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. فنحن نوفر كل وسائل الدعم الممكنة ونشير بشكل مباشر أن هناك سيكون هناك تداعيات حاسمة لأي محاولة لتدفق اللاجئين عبر الحدود، ونحن ننتوي اتخاذ أي إجراءات ممكنة لإدخال الدعم إلى غزة، ولكن في حال أي اختراق للحدود سنتخذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاختراق.